بس احنا في البرنامج ده ذكرنا العديد من الاسماء اللامعه اللي رفعت اسم مصر في محافل دوليه رياضيه مختلفه، منهم نور الشربيني، منهم ميار شريف طبعاً. ومنهم سمر حمزه لو انتم فاكرينها، وكانت معانا قبل كده تقريبا من سنه يا كريم، تقريبا سمر حمزه كانت معانا من سنه وكان عندها امال كتيره جدا واتكلمنا معاها انت نفسك توصلي لايه. احنا هنتكلم عن انجاز بقى منتخب مصر في المصارعه تحديدا، وهنتكلم عن اعلان ترتيب التصنيف العالمي للعبه واللي احتلت فيه سمر حمزه لاعبه منتخب المصارعه المركز الثالث في هذا التصنيف العالمي. اعتقد دي حاجه محترمه جدا طبعا للاتحاد الدولي للمصارعه بعد انتهاء هنا منافسات البطوله الافريقيه اللي اقيمت طبعا بالمغرب. وعايزه اقول لحضراتكم ناس كتيره جدا كانت بتتابعها وكان في تغطيه اعلاميه عالميه على هذا الحدث وهذه الرياضه اللي مؤخرا كمان بقت في الصداره تحديدا بنتكلم عن النسائيه. احتلت لاعبه الولايات المتحده المركز الاول، وبعد كده لاعبه فيرغستان المركز الثاني، وبعد كده سمر حمزه المركز الثالث. حاجه اكيد مشرفه جدا، وسمر حمزه برضو زي ما احنا كنا بنتكلم هي اصلا يعني احتلت المركز الاول والميداليه الذهبيه كانت في وزن 76 كيلو في البطوله الافريقيه اللي أقيمت بالمغرب برضو في الفترة اللي كانت من 17 ل 23 مايو اللي احنا بنتكلم فيه ده. فانت بفهم يعني ايه بطولة ورا بطولة وتتويج ورا تتويج، اعتقد حاجة محترمة جدا يعني. فأنا مبسوطة جدا بالأسماء اللي احنا بنقولها دي ونتمنى مزيد من التألق، وإن شاء الله سمر على فكرة احتمال تكون معانا برضو قريب في 10 الصبح مرة تانية عشان نشوف هي وصلت لإيه وإيه صحيح. برضو اللي جاي بعد كده وإيه خلفية الـ يعني إيه الخلفيات بتاعت بسم الله ما شاء الله هذا الكم من النجاح المستدام. اكيد الكلام ده ما بيجيش من فراغ، بيجي بعد تعب وبيجي بعد طبعا اسهام كتير جدا من الناس. اكيد حد يعني طبعا هنسعد بوجودها معانا ونسالها بقى عن النوع ده من الامور. فاكر لما هي كانت معانا وانت كنت بتقول لها عمرك ضربت واحد قبل كده؟ وكانت بالي اظن قالت ان هي مره حد ضايق. بص الدفاع عن النفس مشروع، يعني لما حد يضايقني مش هدافع عن نفسي. طب ما انا لازم هدافع عن نفسي حتى لو مش بلعب مصارعه، يعني ده مشروع جدا في القانون بيكفل ده. حظ وحش قوي هو حظه بشع اكيد. اكيد يعني فاهم. طيب